بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا ساده يا كرام. بنبدا مع بعض ان شاء الله اربع عاملين في الكلام النهارده، او تكمله. احنا بادئين المره اللي فاتت، كنا افكركم سريعا ان احنا كنا اتكلمنا في الامينو اسيدز، او كنا اتكلمنا في البروتينز، وقلنا ان البروتين دي بكل بساطه بتتكسر توصل للمركبات في الاخر اسمها امينو اسيد، وكان الامينو اسيد لها اكتر من طريق كده، او اكتر من مصير. يعني كان الامينو اسيد ديت في الاخر بتحول بقى ايه، بتفقد او بتتكسر الى جزئين. الجزء الاول هو الكربون سكيلتون، الكربونات اللي جواها، الكربون سكيلتون اللي جواها، وده كان بيستخدم بقى في اي حاجه تانية يعاد استخدامه، او يستخدم في تكوين جلوكوز، او ايا يكن مصيره، ايه ما يهمنيش. والامونيا او الامينو، الامينو جروب ديت اللي كانت بتتكون المركب اللي اسمه امونيا، تمام، اللي هو NH3، وده بقى ايه اللي هنعيش معاه ان شاء الله. طيب موضوع النهارده عن ايه بقى؟ مش عن الامونيا في حد ذاتها، انا هسيب الامونيا في حد ذاتها الحصه الجايه. انا هشرح النهارده انه واحد من مصائر، او من الطرق اللي هتسلكها الامونيا، ان هي تخش حاجه اسمها يوريا، تتكون من مركب اسمه اليوريا. النهارده هنعيش مع اليوريا ان شاء الله، بس عشان خاطر نتخيل اليوريا دي جايه منين. يبقى اليوريا ديت هي واحده من، او طريق من الطرق اللي هتسلكه الامونيا، اللي جايه من الامينو اسيد. خلاص، يبقى نهايه تكسير البروتين، وبالمناسبه معظم البروتين في جسمنا نهايه تكسيره هو مركب اللي اسمه يوريا. هنتكلم عنه بالتفصيل النهارده ان شاء الله، بحيث النهارده اللي هي اليوريا ميتابوليزم، او اليوريا سايكل. طيب الكلام بدا عندكم بانترودكشن، يبقى ده موضوع النهارده ان شاء الله، الكلام عن اليوريا. الموضوع بدا عندكم بانترودكشن، بحيث النهارده هتعدي ازاي. هنلاقي يعني عندنا الاول انترودكشن، ماشي. الانترودكشن مش هنقف عندها كتير، هو في كلام كتير في الباوربوينت ده هنعديه، او يعني هنجتازه يعني، ماشي. بعد كده هنلاقي نفسنا اتكلمنا من ضمن الانترودكشن ديت، لازم نتكلم عن السي او 2، ايه علاقه السي او 2 بالموضوع، هنفهم يعني ايه اللي جاب السي او 2 هنا، هنفهم. بعد كده هنتكلم عن اهميه ان احنا نصنع اليوريا اصلا، ايه اهميه ان يتم تصنيع اليوريا في جسمنا، ليه ما تخرجش امونيا وخلاص، مش هي امونيا هين ان اتش 3، ليه ما تخرجش وخلاص الامونيا في اليورين، ليه لازم تحول لليوريا، وبعدين اليوريا هي اللي تخرج من الجسم، تمام. بعد كده هنتكلم الامبورتنس دي فيها اكتر من نقطه كده. بعد كده هنخش بقى نتكلم عن اليوريا سايكل، تصنيع اليوريا ده بسوي زي اي بسوي، هنتكلم فيه عن السايت، هنتكلم فيه عن الستيبس بتاعته، هنتكلم فيه عن الريجوليشن ازاي بيتم التحكم فيه. خلاص، ايه الفاكتورز اللي بتاثر على اليوريا اللي هنتكلم برضو، بتاثر على تصنيع اليوريا، وايه مصير اليوريا اللي اتصنعت، يعني اليوريا اللي اتصنعت ديت اللي اتصنعت في حاجه اسمها يوريا سايكل، ايه الفيت وفي اليوريا مصيرها. واخر حاجه هنا عندها هي ديس اوردرز، ايه الامراض المتعلقه باليوريا، دهس اليوريا. طيب قد تبدو عن كتير، بس الكلام فيها سهل ان شاء الله، هي حصه طويله نسبيا، ولكن ان شاء الله الكلام يكون سهل ومفهوم، ونعيش مع بعض الحصه اللذيذه باذن الله رب العالمين. تعالوا نبدا كده على بركه الله مع انتروداكشن تو، خلي الاستاذ دي موجوده بحيث نرجع لها من وقت للتاني، ما نسرحش في وسط الحصه. تعالوا نخش مع انتروداكشن. فاول حاجه هنلاقيها في الانترودكشن يقول لكم، يعني نتكلم دلوقتي في الانترو تو يوريا، مقدمه للايه، لليوريا. فاول حاجه يقول لكم ايه، ان اليوريا دي بكل بساطه هي المين اند برودكت اوف البروتين، يعني الاند برودكت الاساسي للبروتين، نهايه البروتين، نهايه البروتين بشكل اساسي، معظم البروتين او المين اند برودكت البروتين هيكون المركب اللي اسمه يوريا، مش بشكل مباشر بالمناسبه. البروتين يعني لو حبينا نحط تفصيله، ودي النقطه رقم 2 عندكم، يقول لكم انه معظم الامونيا هتحول ليوريا. بصوا بقى، خلينا نحط الموضوع بالترتيب كده، البروتين بيتكسر معظمه لامونيا، والامونيا معظمها بيروح ليوريا، يعني احنا ممكن نمسح السهم اللي فوق ده ونقول الموضوع كده، ان البروتين معظمه بيروح لامونيا، والامونيا معظمها بيبقى يوريا، معظمها. ده لا يمنع ان في جزء منها بيسلك طرق ثانيه من عينه منه، كذلك اليوريا، ماشي. طيب النقطه اللي بعد كده، ان تصنيع اليوريا بيحصل فقط وحصريا في الليفر، مفيش مكان ثاني في الجسم بيصنع اليوريا، الليفر بيستقبل الامونيا ويحولها الى يوريا. طيب اخراج اليوريا اللي اتكونت دي بيتم عن طريق الكدني، مش بشكل حصري، 90% فقط، طبعا مش فقط، 90% هما اللي بيخرجوا من الكليه، ال 10% الباقيين بيتوزعوا، شويه منهم بيخرجوا عن طريق البايل بالجاي تي يعني، وشويه منهم بيخرجوا عن طريق السكين مع العرق وكلام زي كده. خلاص، يبقى اليوريا اللي اتكونت بتكون في الليفر، بتخرج عن طريق الكدني. طيب وهي خارجه من الكدني لها تاثير مهم جدا، ان هي بتسبب اوزموتيك دايوريسيس، لها مسؤوله ان الميه الزياده في الجسم بتخرج مع اليوريا، لانها لها اوزموتيك بريشر، بتسحب الميه في اتجاهها. فلو ده النفروتيك، او ده اسف النفرون، فاليوريا ماشيه وهي ماشيه في طريقها كده وخارجه في اليورين، بتاخد في طريقها معاها الايه، الميه، عشان الاوزموتيك دايوريسيس بتاعها، الافكت بتاعها. طيب اخر نقطه
انه بما ان اليوريا 90% من اليوريا بيخرج عن طريق الكليه، يبقى انا لو قدرت احدد مستوى اليوريا في البلد يبقى البلد يوريا ده يؤدي او مؤشر على الرينال فانكشن تيست. واحد من التحاليل اللي بعملها كطبيب عشان اقدر احدد وظيفه الكليه، هل الكليه شغاله كويس ولا مش شغاله كويس، من الرينال فانكشن تيست هي اليوريا، ان انا اقيس مستوى اليوريا على اساس قد ادي قرار الشخص ده يعمل دياليسيس. يعني الشخص بقى عنده رينال فيلير، بقى عنده فشل كلوي ولا ما عادش عنده فشل كلوي، مش محتاج يغسل. وصلت الفكره؟ فالموضوع مش سهل. نتكلم عن حاجه البلاد يوريا من الحاجات اللي مش سهله خالص خالص خالص. طيب ده كده انتروداكشن، استوعبنا او خدنا فكره عامه عن اليوريا. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، تسليك فتح كلام كده. تعالوا نخش في الكلام الجد شويه، وهو السي او 2 وايه علاقه السي او 2 بالموضوع. هنفهم يعني احنا بنتكلم عن اليوريا، ايه علاقه بقى اللي جاب السي او 2 في الموضوع. هنتكلم عن حاجه اسمها سي او 2 بالانس. السي او 2 في جسمنا ايه ده يا عم اللي جاب السي او 2 عندنا هنا؟ بص بقى يا ساده الكرام، السي او 2 في جسمنا ليه ثلاث صور. يعني السي او 2 المركب اللي اسمه سي او 2 ده موجود في ثلاث صور، يا اما متحد او متأين مع هيدروجين ومكون الباي كربونات اللي هو اتش سي او 3، يا اما متحول لكربونيك اسيد اللي هو اتش 2 سي او 3 ده لما يتحد مع الميه، يا اما ديسولفد. ديسولفد يعني زي ما هو بس عايم في الدم كده غاز سي او 2. طبعا 90% من السي او 2 بيكون في صوره اتش سي او 3. قد يسالني سائل يعني ازاي السي او 2 جاي داخل في اتش سي او 3؟ افكركم، بص بكل بساطه اللي بيحصل كالاتي جوه الخلايا، عشان تخيلوا السي او 2 ازاي السي او 2 بقى اتش سي او 3. السي او 2 بيتكون جوه الخلايا، يتحد مع جزيء ميه اتش 2 او فيكون اتش 2 سي او 3 اللي بيتاين او بيتحلل ويتحول الى ايون هيدروجين واتش سي او 3. هو ده. فمعظم السي او 2 اصلا بياخد الشكل ده اتش سي او 3 90%. ولذلك نسبه البايكارب بالمناسبه، يعني انا لو انا عايز اخد فكره عامه عن نسبه السي او 2 في جسمي اقيس البايكارب، اشوف البايكارب كام، وده يديني فكره عامه عن السي او 2 كويس ولا مش كويس مبدئيا كده. طيب ده ماشي يا سيدي، ايه علاقه ده بالموضوع برضه؟ يعني ايه علاقه ده باليوريا وبالبروتين والكلام اللي بتكلم فيه ده؟ بكل بساطه هنخش في العنوان الثاني في السي او 2، كيف يتم اخراج السي او 2؟ احنا كده عرفنا اشكال السي او 2 في جسمنا، اليمينيشن اوف السي او 2، ازاي السي او 2 بيتم التخلص منه؟ هلاقي ان معظم السي او 2 في الطريق المنطقي اللي كلنا عارفينه، اللنج، الرئه. ماشي، وايه كمان؟ والكبد. الكبد بيستخدم السي او 2 في بعض التفاعلات زي انه يحول الاسبارتيت لاوكسال اسيتيت. ما علينا. وايه كمان؟ ده موضوع النهارده بقى، اليوريا. اليوريا يبقى واحد من طرق التخلص من السي او 2 هو تحويل السي او 2 الى يوريا. ده بيتم عن طريق، خلينا بقى نضيف تفصيله، ان يتحد السي او 2 مع امونيا، مش هقعد اكتب امونيا كل شويه، اهو ان اتش 3 الى الامونيا عشان يتحول الى اليوريا. يبقى اليوريا هي واحد من الطرق اللي بيتم بها خروج السي او 2 من الجسم، وبالتالي لو حصل مشكله في اللنج، حصل مشكله في الليفر، تكوين اليوريا هيكون مصدر او طريق للتخلص من السي او 2 الزياده في جسمنا. خلاص كده يا ساده الكرام، ده علاقه السي او 2 بالموضوع. طيب هنيجي برضه سؤال، اذا كان، يبقى اذا كنت دلوقتي هنيجي لسؤال هنا مهم خالص، اذا كان البروتين بيتكسر الى امونيا، او يعني نتيجه، لو انتوا فاكرين الحصه اللي فاتت مش قلنا ترانس امينيشن والدي امينيشن والاكسيد امينيشن كانت فرض ده كله بينتج منها امونيا. طيب البروتينات بتتكسر لامينو اسيد، والامينو اسيد بينتج منها امونيا. الامونيا ديت ليه احولها اليوريا؟ يعني ايه معلش، ايه الامبورتنس ان يتكون يوريا؟ ايه الامبورتنس، ايه فايده ان يحصل تكوين لليوريا؟ ليه ما يخرجش، ليه ما يفضلش البروتين في صوره امونيا والامونيا تخرج؟ بص الكلام اللي عندكم رقم واحد يقول لكم انه اهميه اليوريا، يعني اهميه اليوريا يقول لكم هي رقم واحد يحصل اليمينيشن اوف التوكسيك اوف التوكسينز اللي هي الويست برودكت اللي هي الامونيا. ماشي مفهومه. ليه برضه؟ هنفهم. النقطه الثانيه يقول لكم انه يحصل اليمينيشن الامينو جروب اللي موجوده في الامينو اسيد. ماشي، ما هو طبيعي لما الامينو اسيد اتكسر اتخرج منه امونيا حولت يوريا. ماشي مفهومه، يعني حصل اليمينيشن الامونيا او حصل اليمينيشن الامينو اسيد ايا يكن. طيب هنعرف ان عشان نكون اليوريا، اثناء تكوين اليوريا بيتكون امينو اسيدز ثانيه زي الارجينين. يعني الارجينين بيتكون من اليوريا بتتكسر واليوريا بتتكون. فاهمين قصدي؟ يعني من فوائد تكوين اليوريا تكوين امينو اسيدز زي الارجينين، هنجي لها دلوقتي وهنفهمها. كذلك تكوين امينو اسيدز ثانيين زي الاورنيثين وحاجه اسمها السيترولين، وان كانت دي امينو اسيدز بس ما سمعناش عنهم قبل كده، لان دول مش بيخشوا في تركيب البروتينات، اسمهم نون بروتين امينو اسيد، يعني بروتينات مش امينو اسيد مش بتشارك في تكوين البروتينات. بس ما علينا، يبقى عمل من فوائد تكوين اليوريا تكوين امينو اسيدز جديده. حلو، وهنفهم ازاي دلوقتي. برضه
ما استوعبناش الفكره، ليه ما خرجش البروتين الامونيا زي ما هي وخلاص؟ بصوا يا ساده الكرام، الامونيا توكسيك جدا، توكسيك جدا. الكلام ده مش عندكم بس انتم مستوعبين، او لو حد جه في باله السؤال ده، الامونيا توكسيك جدا 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 وخطيره جدا على البرين، وندخل في حاجه اسمها انكفالوباثي. طيب بجانب ان كمان الاليمينيشن بتاعها ان هي الابزور السوليبيليتي بتاع ذوبانها اقل من، يبقى هي في الذوبان اقل من الامونيا، اقل من اليوريا، عشان كده خروجها من الكدني اصعب من اليوريا. انما اليوريا العكس، اليوريا ليس توكسيك، اقل في السميه، يعني مستوى اليوريا لو عيلة شويه مش زي ما الامونيا تعلى شويه، وكان الاثنين خطر. حاجه ثانيه ان ذوبانها احسن بكتير وبالتالي خروجها اسهل. ده السبب ليه الامونيا تخرج او تحول يوريا قبل ما تخرج. طيب النقطه اللي بعد كده، ان طبعا بنستخدم، قلنا خلاص كده الامبورتنس، قلنا اليمينيشن للبوست برودكت زي الامونيا، اليمينيشن للامينو اسيد والنيتروجين الزياده في الجسم، النيتروجين الزياده اللي هو موجود جوه الامينو جروب، يعني الامينو جروب دي ان اتش 2 ان اتش فيها نيتروجين، فهي تمثل النيتروجين في جسمنا. طيب في كمان اهميه لليوريا سايكل بالتحديد اثناء الفاستنج، تعالوا بقى نتكلم عنه شويه. ايه اهميه ده؟ طلع عندكم على اثنين سلايد كده، انا ايه هنوضح الفكره بس منها وخلاص. ايه اهميه اليوريا سايكل اثناء الفاستنج، اثناء الصيام؟ يعني ليه اليوريا سايكل مهمه جدا اساس، ليه تصنيع اليوريا مهم اثناء الصيام؟ بصوا يا سيدي الكرام، ايه اللي بيحصل في جسمنا اثناء الصيام؟ بكل بساطه بنلجا للمصل بروتين، البروتينات اللي في المصل تتكسر ويخرج منها امينو اسيدز، وامينو اسيدز دي تروح للليفر، الليفر يستخدمها في انتاج جلوكوز، جلوكوجينيك امينو اسيد. طيب عشان يكون الجلوكوز بيكسر امينو اسيد، بينتج من التفاعل ده امينو جروب 3 اللي بتتحول الى امونيا اللي لازم تتحول الى يوريا. يبقى فائده اليوريا اثناء الفاستنج التخلص من الامينو او من الامونيا الزياده اللي نتجت من الجلوكونيوجينيسيس، من تصنيع جلوكوز جديد. افكركم تاني سريعا، احنا اخذنا قبل كده الكلام ده قديم، ان في حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس، بمعنى ان حضرتك او حضرتك وقت الصيام بعد 5 ساعات من الصيام خلاص الجلايكوجين اللي عندك، كل المصادر الطاقه اللي في جسمك خلاص استهلكتها، بيبدا طبعا مش بعد 5 ساعات، ولكن بيبدا حاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس، عمليه اسمها جلوكونيوجينيسيس، بيبدا يجيب الدهون عشان تستخدمها في تصنيع الجلوكوز. لو ما اكلتش كمان وفضلت شويه ما مش بتاكل، هتبدا الجسم يجيب من المسلز، من العضلات تبدا تتكسر الامينو اسيد اللي جواها، وتستخدم الامينو اسيد ديت في تصنيع الجلوكوز. الفكره الامينو اسيد دي عشان تتكسر وتحول لجلوكوز بيتم خروج امينو اسيد او امينو جروب في صوره امونيا، الامونيا دي لازم تتحول ليوريا. يبقى دي فكره ايه اهميه اليوريا سايكل اثناء الايه القصه دي. طيب ايه كمان عندنا؟ الالانين برضو اثناء الفاستنج ده بيحصل، ان بيتحد اثنين الانين مع بعض، الانين ده امينو اسيد عنده 3 كربون، بيتحد اثنين الانين مع بعض ويوصلوا الى جلوكوز، مفيش فرق بينها وبين اللي فوق غير ان هو هنا اسم الالانين. ده بيؤدي الى خروج نيتروجين. يعني ايه نيتروجين؟ يعني ان اتش 2 يا جماعه، يعني نفس القصه، امينو اللي بعد كده تحول الى امونيا اللي لازم تحول الى يوريا. بس يبقى عايز اخلص الكلام، خلاص الكلام، هتلاقي الكلام ده عندكم على اثنين سلايد. اللي عايز اقول لكم ايه؟ انه فائده اليوريا اثناء الفاستنج هو elimination of increased amount of الامونيا due to gluconeogenesis، هو التخلص من الكميه الزياده من الامونيا الناتجه من الجلوكونيوجينيسيس اللي طبيعي بيحصل اثناء الفاستنج. دي كده بكل بساطه كانت الانترودكشن تو امونيا، او اسف تو يوريا. كده احنا استوعبنا الفكره وفهمنا الكلام في الامونيا وقصه الامونيا. طيب هبدا دلوقتي اتكلم عن ايه؟ ركزوا معايا، نرجع للسلايد بتاعتنا التجميع اللي احنا قلناه في الاول. دلوقتي اللي فاتح المايك ياخد باله لو سمحت يقفله. احنا اتكلمنا خلاص دلوقتي، اتكلمنا عن الانترودكشن، خلصنا كلامنا عن الـ CO2، ماشي، خلصنا كلامنا عن الـ importance. تعالوا بقى نبدأ نتكلم عن اليوريا سايكل، ازاي بيتم تصنيع اليوريا. ركز على شوية حاجات، تصنيع اليوريا بيتم في الليفر وفقط، بيتم في الليفر فقط، ماشي، ولذلك بيتأثر بالليفر ديزيز. طيب تعالوا نبدأ عبارة كلمة. قبل ما نبدأ في الجزء اللي فات introduction، فيها أسئلة، نكمل على بركه الله ونبدا بقى كلامنا في الكلام الجد، وركزوا قوي وصحصحوا قوي في الكلام ده، مهم جدا الكلام اللي جاي ده، مهم جدا جدا جدا. اليوريا سايكل، طريق تصنيع اليوريا، مبدئيا زي اي بصوي اتكلمنا عنه او هنتكلم عنه في بايو، خلاص بايو، البايو بيترنح بالمناسبه، البايو خلاص بيخلص كده، افرحوا وزقططوا، السنه الجايه ما عادش عندكم بايو قد كده بقى. اليوريا سايكل
مبدئيا كده بتحصل فين؟ بتحصل زي ما قلت كده في الليفر قولا واحدا، بتحصل في السايد بتاعها، بتحصل في الليفر زي ما اتفقنا قبل كده في اي باسوي. بحدد حاجتين، التيشو اللي بيعملها وجوه الخليه. فين بقى جوه الخليه؟ بتحصل اول خطوتين في الميتوكوندريا وبعد كده ثلاث خطوات في السيتوبلازم. يعني بتحصل في الميتوكوندريا والسيتوبلازم، ماشي؟ لازم الميتوكوندريا والسيتوبلازم مع بعض. طيب لما نيجي لليوريا، يعني الاستراكشر في اليوريا ما علينا منه، يعني هتلاقوا اليوريا لها استراكشر كده، مش هرسمه حتى، مش عايز ارسمه ولا عايز احفظه ولا يلزمني في اي حاجه خالص. بس الذرات اللي جايه من السورس اوف اتومز، سورس اوف اتومز اوف اليوريا، المجموعات الذريه او الذرات اللي بتكون منها اليوريا جايه منين؟ مشتقه منين؟ يعني اليوريا دي عباره عن ايه وايه؟ ايه وايه اتدخلوا مع بعض كده كون اليوريا؟ بكل بساطه هلاقي ان جايه من امونيا او الامينو جروب، يعني هم مع بعض كده، الامونيا بيتحد مع الامينو جروب اللي جايه من الامينو اسيد بالتحديد الاسبارتيت، وهنفهم ازاي، متحد معاهم كمان سي او 2. يعني الامونيا الذرات او المجموعات الذريه او الكربونات او النيتروجين اللي موجود في اليوريا جاي من دول، جاي من الامونيا، الفري امونيا اللي هي اتحررت لما الامينو اسيد اتكسر، البروتين اتكسر في جسمنا خرج منه امينو اسيدز اللي اتكسرت الى كربونات وامينو جروب ان اتش 2 اللي بتتحول الى ان اتش 3 اللي هي الامونيا. هي دي بقى دي اسمها فري امونيا، والامونيا اللي جايه بالتحديد من اسبرتيت وسي او 2. خلاص؟ طيب يبقى دي السورس اوف اتومز اوف اليوريا. النقطه اللي بعد كده بقى ايه الخطوات بقى؟ تعالوا نشرح الخطوات، تعالوا نشرح الخطوات. احنا اتفقنا اول خطوتين في الميتوكوندريا وبعد كده في السيتوبلازم. فالموضوع بكل بساطه هذه هي الميتوكوندريا. احنا كده داخل الميتوكوندريا، هنا خارج الميتوكوندريا. خلاص؟ يبقى هنا الماتريكس اهو هتكتبوه عشان ما تنسوش، هنا السيتوبلازم وزول، هنا بره الميتوكوندريا، ده الماتريكس بتاع الميتوكوندريا. طيب بصوا يا سيدي يا كرام، الموضوع بيبدا ازاي؟ بيبدا بكل بساطه بتفاعل مهم او بتفاعل سهل خالص وبسيط، هو انه يتحد CO2 زائد امونيا NH3 زائد ATP، وهنا الـ ATP مش مصدر للطاقه، هو مصدر الفوسفيت، مصدر للفوسفيت دي بجانب سهم طويل. السهم ده عليه انزيم من اهم الانزيمات اللي هتقابلكم في حياتكم اسمه كارباميل فوسفيت سينسيز تايب 1، وطالما في تايب 1 يبقى في تايب 2. وبالمناسبه انت خدت تايب 2 قبل كده؟ هسالكم دلوقتي بره اللايف، لو اللي جاوبه يبقى هسقفك. المهم كربونيل فوسفيت سينسيز تايب 1 ده بيستهلك اي تي بي، يبقى كده احنا هنستهلك كام اي تي بي في الحلقه دي؟ 2 اي تي بي، واحد هنا كمصدر فوسفيت وواحد كمصدر الطاقه. طيب الاي تي بي ده بكل بساطه بيكون مركب اسمه انزيم اسمه ايه؟ كربامويل فوسفيت سينسيز، يبقى ده اللي هيكون المركب اللي اسمه كربامويل، كربامويل فوسفيت. حلو قوي، ادي اول خطوه ومهمه اول خطوه دي واهم خطوه. ليه؟ اصل ده الانزيم الكي انزيم، ده الانزيم اللي هو الكي انزيم. طيب اسمحوا لي بس انزل الميتوكوندريا بتاعتنا تحت شويه، لان الميتوكوندريا كده ايه زحمه المكان اهي تحت اهي تحت اهي تحت شويه. طيب الكربامويل فوسفيت سينسيز، الكربامويل فوسفيت اتكون بانزيم اسمه كربامويل فوسفيت سينسيز، يقوم بعد كده يتحد معاه او يتحول الكربامويل فوسفيت يقابل بروتين اسمه اورنيثين، اورنيثين. الاورنيثين لما يتحد مع الكربامويل فوسفيت في وجود انزيم هقول لكم اسمه دلوقتي يتكون سترولين. ده كلها امينو اسيدز ولكن احنا ما بنسمعش عنها قبل كده، ان هي مش بتخش في تركيب بروتينات. ايه اللي حصل هنا؟ اللي بيحصل ان الكربامويل بيتنقل على الاورنيثين، فنسمي الانزيم هنا ايه؟ اورنيثين ترانس كارباميليز. اسم الانزيم ده اهو اللي هنا، يعني انا ايه هعمل بصوا نقط كده عشان ايه نحط اسم الانزيم اللي هنا، اورنيثين كارباميل، اسف، اورنيثين ترانس، اورنيثين ترانس كارباميليز، الانزيم اللي بينقل الكربامويل للاورنيثين. ما علينا، ولو نسيته مش مشكله، بس اقول لكم مهم تعرفوا، يعني هتعرفوا ليه وعشان ايه، بس ماشي خلونا ننسى دلوقتي.
السيترولين ده بيخرج بره الميتوكوندريا، وهنا كده انتهت اول خطوتين جوه الميتوكوندريا. السيترولين بيخرج بره الميتوكوندريا، ادي السيترولين اللطيف الظريف سيترولين، مفيش اي مشكله. بعد كده السيترولين ده هيروح يتحد مع امينو اسيد اسمه اسبرتيت، وهنا الاسبرتيت بيضحي بالامينو جروب بتاعته، عشان كده نفهم انه لما نيجي قلنا دلوقتي من مصادر اليوريا او من الذرات المصادر الذرات اليوريا هو الاسبرتيت، عرفنا جه ازاي اهو. الاسبرتيت بيتحد مع السيترولين ويسيب الامينو جروب بتاعته ويتكون ماده اسمها ارجينوساكسينات، ارجين او ارجينوساكسينات، عظيم. الارجينوساكسينات ده بعد كده بيتكسر لحاجتين، بيخرج امينو اسيد اسمه بيخرج امينو اسيد اسمه فيوماريت، اوكيتو اسيد ده فيوماريت وارجينين. الانزيم بقى اسمه ايه اللي هنا وهنا عشان نقول مع بعض؟ هنا احنا كوننا ارجينوساكسينات، فالانزيم اسمه ارجينوساكسينات سينسيز. في الباور بوينت عندكم مكتوب غلط بالمناسبه، مكتوب ارجينوساكسينيز عند التكوين وده غلط. اللي بيكسر اسمه ارجينو ساكسينيز، ده اللي بيكسر ارجينو ساكسينيت. الارجينو ساكسينيت بيتحول لارجينين، الارجينين بقى يقوم عامل ايه؟ يتكسر الى سيترولين، ومبروك عليكم يوريا بانزيم اسمه، ده اللي بيكسر ارجينين اسمه ايه؟ ارجينيز، ارجينيز. بس كده يا ساده الكرام، دي اليوريا سايكل، نحفظها ازاي هقول لكم دلوقتي، خلاص. طيب اهم انزيم فيهم، اهم خطوه في الخطوات كلها هي الخطوه دي، يعني ده الايه؟ الريجولاتوري انزيم او الكي انزيم، وده بيتم هقول لكم هنبقى نتكلم عن الريجوليشن بتاعه دلوقتي، بس تعالوا نركز على الخطوات. يبقى السي او 2 مع الامونيا، اقول لكم على حاجه، خلوا الاي تي بي، خلوا 2 اي تي بي على السهم والغوا الاي تي بي دي مش مشكله. عموما سي او 2 مع امونيا مع اي تي بي في وجود انزيم كربونيل فوسفيت سينثيز تايب 1 يتكون كربونيل فوسفيت، يتحول الى يرتبط مع اورنيثين، يرتبط مع سيترولين او يتحول لسيترولين، سيترولين خرج بره، يتحول الى يرتبط مع الاسبرتيت ويتكون ارجينوساكسينات، اللي يتحلل الى فيوماريت وارجينين، اللي يرجع بقى سيترولين ويوريا وهكذا. السيترولين ده بيخش جوه بالمناسبه، السيترولين ده لما بيتكون بيخش جوه بكرر معينه عشان يكمل التفاعل ده وهكذا. طيب نحفظ الكلام ده ازاي؟ بصوا يا سيدي الكرام، الخطوات بالترتيب كالاتي عشان خاطر عارفين نحفظها ازاي. تعالوا ايه، ارسم ده في لير لوحده تحشيه كده. هنبدا من هنا، او سي سي ماشي، اي اي اف اي يو، دي الحروف اللي عدينا عليها. نحفظها بقى ازاي؟ شفتوا ديت قطه لطيفه كده اهي، كات، خلاص. القطه ديت واقفه في المطر، عندها ايه؟ حواليها مطر، فبتدور على شمسيه. يبقى القطه بتدور على ايه؟ على شمسيه عشان هي واقفه في المطر. وبالمناسبه القطه ديت كان لونها برتقالي، لونها اورنج، لونها ايه؟ اورنج. فالقطه اللي مش في القطه مش ماشيه، القطه البرتقاليه واقفه تحت المطر ماشي، بتدور على شمسيه. ازاي بقى نقولها زي دي؟ يعني عايزين نقولها ايه بقى؟ اورنج، اورنج colored cat always ask، مش هتجيب المكان هنا، تعال نزود ال for، كلمة awesome، awesome تكتب ازاي بقى؟ ما اعرفش اكتبها. awesome umbrella، قد تبدو ان هي صعبة وان هي طويلة، بس دي لو حفظتوها مرة مش هتنسوا الخطوات ابدا في حياتك، خلاص. اورنج كالرد جات، بص بقى، اورنج اورنيثين كالرد كارباميل كات سيترولين اولويز اسبرتيت اسك ارجينين، ماشي. ممكن تقولوا يبقى ايه؟ اوريدي اسك مثلا، اوريدي اسك يبقى ارجينين اسك مثلا، يعني عشان اوريدي مثلا. فور فيوماريت اوسم ارجينين امبريلا يو يوريا، خلاص. اتمنى تكون الصوره واضحه، نعملها مره واحده وايه مع نفسكم بقى، عيشوا معانا خلاص كده.
ده بكل بساطة يا جماعة خطوات اليوريا سايكل. طيب ناخد بالنا من حاجة هنا، ان تكون الفيوماريت ماشي وتكون هنا واستخدمنا اسبرتيت، لان في الاثنين دول بعد كده بيتحولوا بعض تاني، يعني الفيوماريت ده هيلف لفه كده ويرجع الى الاسبرتيت هي اللي عليها دور دلوقتي. النقطه دي نوضحها ازاي بيحصل الكلام ده، بس كده ده بكل بساطه قصه اليوريا سايكل. طيب ناخد بالنا من حاجه هنا، اليوريا سايكل استخدمت سي او 2، سؤال جاي منين؟ كمان استخدمت فيوم او نتج منها فيوماريت واستخدمت اسبرتيت، الاسبرتيت ده جاي منين؟ الفيوماريت ده رايح فين؟ ده اللي راح اقوله دلوقتي بقى. دي الاجابات الاسئله ديت اللي هجاوب عنها دلوقتي. من اين اتى سي او 2؟ من اين اتى الاسبرتيت؟ اين يذهب الفيوماريت؟ ده كله اجابتها العلاقه ما بين اليوريا سايكل والكريبس سايكل. علاقه ما بين اليوريا سايكل والتراي كربوكسيليك اسيد سايكل، يبقى يوريا سايكل اند تي سي اي اللي هي كريبس. لو اليوريا هنا، اليوريا هنا. ولا تراي كربوكسيليك اسيد سايكل اهي. بص بقى. اليوريا مبدئيا كده بينتج منها فيوماريت. الفيوماريت ده اهو بيتحول الى ماليت. بيتحول الى ايه؟ ماليت اللي بيخش الكريبس اللي هي ترايكربوكسيليك اسيد سايكل ويقوم متحول الى اوكزالو اسيتيت. اوكزالو اسيتيت ده اهو بيتحول الى بالترانس امينيشن الى اسبرتيت. اللي يخش تاني في اليوريا وهكذا. يبقى خلاصه الكلام الاسبرتيت اللي تم استخدامه في اليوريا جاي من الترايكر من التي سي اي، والفيوماريت الناتج من اليوريا رايح للتي سي اي والعكس. طيب ايه كمان؟ التي سي دي كريمه جدا، ترايكر بوكسيكس الكريبس دي كريم جدا، فيقوم يبعت كمان هو كمان بيبعت اي تي بي لليوريا، وهو كمان بيبعت سي او 2 لليوريا. خلاص كده يا ساده الكرام، يبقى دي كده بكل بساطه ايه العلاقه ما بين اليوريا والترايكربوكسيليك اسيد سايكل. الترايكربوكسيليك اسيد سايكل بعتت ثلاث حاجات، بعت الاسبرتيت، بعت الاي تي بي، بعت السي او 2، واستلم حاجه واحده اللي هو الفيوماريت اللي خارج من الايه؟ من اليوريا. دي كده بكل بساطه العلاقه بين اليوريا والترايكربوكسيليك اسيد سايكل. انا كده خلصت النهارده، يعتبر شرح النهارده. باقي لي بس عنوانين سهلين جدا، هو الريجوليشن اوف ترايكربوكسيليك اسيد سايكل، ايه ازاي بيتم الريجوليشن للباسوي ده، وبكل بساطه مش بدون كلام كتير بيتم التحكم في الباسوي ده عن طريق الخطوه دي بس. اول خطوه، الخطوه دي. طيب سؤال منطقي، امتى يزيد تصنيع اليوريا طبيعي؟ لما يزيد كميه البروتين. امتى اعرف ان البروتين زاد؟ ده بقى بيجي ماده اسمها ان اسيتيل جلوتاميت، بتزود النشاط الانزيم ده كربون فوسفيت سينثيز. طيب السؤال، ان الجلوتاميت جاي منين؟ ده جاي من الامينو اسيد اللي اسمه جلوتاميت لما يتحد مع استايل كو اي. حلو قوي، يعني لو زاد الجلوتاميت يزيد الان استايل جلوتاميت، تمام، اللي يزود نشاط اليوريا او اليوريا سايكل. وده منطقي، لان انا امتى بيزيد الجلوتاميت؟ لما يكون حصل تكسير كتير للبروتينات، او انا في كميه بروتينات كبيره دخلت الجسم وبالتالي زاد كميه الامينو اسيد. خد عندكم دي كمان، في امينو اسيد تاني اسمه الارجينين بيجي يزود تكوين الخطوه دي، يعني تكوين الخطوه دي. الارجينين كمان ليه دور هنا انه بيزود نشاط تكوين الان اسيتيل جلوتاميت. يبقى في اثنين امينو اسيد، لما الارجينين يزيد والجلوتاميت يزيد ده معناه امينو اسيد كتيره في الجسم، وبالتالي يزود نشاط اليوريا سايكل، تحرق الامينو اسيد دي. خلاص كده يا ساده الكرام، ده بكل بساطه ازاي بيتم تكوين الان اسيتيل جلوتاميت والقصه دي. لان الاسيتيل جلوتاميت بيتكون بانزيم اسمه ان اسيتيل جلوتاميت سينسيز، وبعد ما بيخلص شغله بيتكسر بانزيم اسمه ان اسيتيل جلوتاميت هيدروليز، انزيم عكسي بيتكون بيرجعه تاني لاصله، بيرجعه تاني الجلوتاميت واسيتيل كو اي. خلاص ده فيما يخص الكلام عن الريجوليشن. باقي لي بس الكلام عن الفاكتورز افكتنج اليوريا، ايه العوامل اللي بتاثر على اليوريا، وايه مصير اليوريا اللي نتجت دي، اليوريا ديت رايحه فين، هتروح فين، واخر حاجه الامراض المتعلقه باليوريا. بس قبل ما نبدا في الكلام ده، قبل ما نبدا اشرحه، عايز لو عندكم اي سؤال في الجزء اللي فات، الكلام ده مهم جدا. في اي اسئله؟ طيب يبقى خلينا لما نخرج بقى من السيشن ده نرسم بس نقطه الريجوليشن دي تاني، اقسمها تاني تفصيلا شويه زي ما عندكم، لان عندكم معلومات تفصيل، بس احنا خلاص يعتبر قلناها. الريجوليشن احنا قلنا بكل بساطه CO2 وNH2 وATP مش عارف ايه بيتحد عشان يكون اللي هو الاول مركب اللي هو الكربامويل فوسفيت، ماشي؟ انزيم اسمه كربامويل فوسفيت سينسيز 1 كابس 1. المهم ده بيشتغل
او بيحصل له ستيميوليشن بالماده اللي اسمها ان اسيتيل جلوتاميت. الان اسيتيل جلوتاميت ده بيتكون من حاجتين، بيتكون من الجلوتاميت وان اسيتيل جلوتاميت. اسيتيل جلوتاميت لما يتحد مع اسيتيل كو اي فوجود انزيم اسمه ان اسيتيل جلوتاميت سينسيز، فيتكون ان اسيتيل جلوتاميت اللي بيحفز الخطوه دي الارجينين او الارجينين. بعد ما بيخلص شغله لان اسيتيل جلوتاميت بيتكسر الى يرجع تاني لاصله بانزيم اسمه هيدروليز. ان اسيتيل جلوتاميت هيدروليز يبقى هو اتكون بالسينسيز واتكسر بهيدروليز، ويكون اتكسر لجلوتاميت واسيتيل كو اي. بس كده دي النقطه التفصيليه، ده بيزود نشاط الكابس 1 كربونيل فوسفيت سينسيز تايب 1. عظيم جدا. النقطه اللي المفروض اتكلم عنها دلوقتي بقى ايه العوامل اللي بتاثر على اليوريا، يعني ايه العوامل اللي بتبوظ اليوريا. ثلاث حاجات، ثلاث حاجات ما لهمش رابع. اول حاجه الدايت، وبالبلدي اكلت بروتين كتير معناه يوريا كتير بدون جدال. تاني حاجه الليفر، ليفر ديزيز معناه ما فيش يوريا طبيعي، ليفر بايظ. امال معناه ايه بقى لو في ليفر ديزيز؟ معناه ان في امونيا زياده. ركزوا في ديت الحصه الجايه. طالما ما فيش يوريا اتكونت يبقى ما فيش امونيا اتصرفت، تروح فين يعني؟ وبالتالي بتزيد في الدم. طيب خلينا في موضوعنا دلوقتي بقى، الليفر ما فيش ليفر، في ليفر ديزيز معناه امونيا قليل، يوريا قليله. طيب في كيدني كمان تاثر على اليوريا، ما اليوريا طلعت من دول، جت من الدايت نتيجه الامين اسيد اتصنعت في الليفر وخرجت من الكيدني. طيب الكيدني فيها مشكله، معناها ان يوريا ما خرجتش، وبالتالي زياده اليوريا في الدم فيما يسمى باليوريميا. يوريميا ودي حاله خطيره، فالانسان يغسل على اساس يعني ياخد قرار الدياليسيز على اساس اليوريميا. خلاص كده يا ساده الكرام، دي بكل بساطه الفاكتورز افكتنج اليوريا. طيب اخر عنوان هتكلم فيه قبل ما نخرج وناخد ريست كده ونرجع نكمل الكلام عن الديس اوردرز، ما مصير اليوريا؟ ايه مصير اليوريا؟ فيت. اليوريا بكل بساطه اللي اتكونت ديت، اليوريا اللي اتكونت 90% منها رايحه الكليه كدني، 10% منها هيخرج في البايل في الانتستين. هيخرج في الايه؟ في الانتستين. عظيم جدا. وجوه الانتستين هنا يبقى هو 10% في الانتستين في البايل. حتى عشان بالاخضر اهو. جوه الانتستين بيشتغل عليها البكتيريا بتاعت الانتستين، فتقوم مكسره اليوريا ديت، تقوم متكسره الى مكوناتها الاساسيه اللي هي ايه؟ اللي هي امونيا وسي او 2. هنا بقى مشكله. امونيا وسي او 2. وبالتالي الامونيا ديت جزء من الامونيا اللي اتكون ده يخرج في الاستول، يبقى جزء من الامونيا اللي اتكون يخرج في الاستول. وجزء ثاني بيحصل له ري ابزوربشن، بيعاد امتصاصه ويخش الدم. فالكبد يعمله ثاني، الكبد الثاني يحول يوريا ثاني وتاخد نفس السايكل، يبقى الكبد يرجعه ثاني، يبقى الكبد يرجعه ثاني يوريا وهكذا. يبقى الكبد هيرجعه ليفر. بقول الكلام ده ليه؟ نتخيل لو حصل ليفر ديزيز، فالجزء اللي بيحصل له ري ابزوربشن ده هيرجع الدم، بس مش هيرجع تاني يوريا، هيفضل امونيا. بجانب ان اليوريا اصلا اللي اتكونت او الامونيا من الاساس اللي اتكونت او اللي اتحولت ليوريا من الاساس في الليفر فيه مشكله، وبالتالي الامونيا زياده. ده بيسمى هايبر امونيميا، ده هناخد الحصه الجايه ان شاء الله، اللي قد تدخل في غيبوبه كبديه اسمها هيباتيك انكفالوباثي. واحد مريض كبد اخذ بس اكل اكله فيها بروتين، شويه امينو اسيد زياده دخلت جوه جسمه، البكتيريا اشتغلت بزياده طلعت امونيا كتيره جدا، الامونيا دي حصل لها عاده امتصاص، بكل بساطه الكبد مش قادر يتعامل مع امونيا زياده، هايبر امونيميا قد تدخل الى او تؤدي الى انكفالوباسي. يبقى بكل بساطه خلصت الكلام هنا، انا بس 90% من اليوريا دخل في خرج في صوره كليه في يورين، 10% في البايل، اللي في البايل ده بيشتغل عليه البكتيريا الانزيم، بيتفكك تاني في الانتستين الامونيا، الامونيا ديت جزء منها بيخرج في الاستول وجزء منها يعاد امتصاصه تاني ويرجع على الكبد اللي الكبد يدخله تاني في سيركيوليشن وهكذا. دي كده بكل بساطه فيت اوف يوريا. خلاص كده يا ساده الكرام، يبقى انا كده خلصت كلامي ان شاء الله في السيشن ده بفضل الله عن الانترودكشن والسي او 2 واليوريا سايكل والفيت اوف يوريا. بعد ايه اللي بس ديس اوردرز مش هتاخد مني بالظبط خمس دقائق او 10 دقائق في الشرح، هي لو سبتكم ليها تقراوها هتفهموها، بس خلينا برضو نفهم الفكره منهم في بالظبط خمس دقائق ولا حاجه في السيشن الجاي ان شاء الله بعد كده، ونجاوب لو عندكم اي اسئله او اي نقطه مش واضحه. هسيبكم بس تفكروا مع السؤال اللي انا قلته
من شويه اين يوجد الكربامويل فوسفيت سينسيز تايب 2؟ ده موجود فين؟ انا بسالك في هنا تايب 1 ده في اليوريا، تايب 2 موجود فين؟ ده سؤال لكم بقى ايه تفكروا فيه ونجاوب عليه السيشن الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير، السلام عليكم.